ايوه يا دينا. انت بتكلمني ليه؟ عايز مني ايه؟ يا دينا انت فاهمه غلط، وبعدين انا بكلمك عشان اعتذر لك. وانا بقى مش عايزه اسمع صوتك يا بنتي، دي واحده صاحبتي عادي، انت اللي افتكرتي ان انا بخونك. افتكرت؟ اذا انها مشكله عندي انا. طب يا دينا انا عارف ان انا غلطان، بس انت عارفه يعني ان انا مش مظبط اليومين دول. عمر ما تحورش، وملوش لازمه كل الكلام ده، خليك في اللي انت فيه. دينا طب بعدين بقى، هكلمك بعدين، باي. معقول انا سايبه البيت اللي بقعد فيه لوحدي عشان كمان اجي هنا اقعد لوحدي؟ لا خالص، ده انا كنت هعمل السلطه واجي اقعد مع حضرتك على طول. اخبار مامي وبابي في الكويت؟ كويسين قوي الحمد لله. مش ناويين يجوا بقى؟ لا مش هينفع يجوا، لان بابا مش هينفع يسيب الشغل دلوقتي هناك. طب بيطمنوا عليكي؟ اه بيطمنوا عليا، وانا كمان بكلمه، بس يظهر بقى من كتر ما هم اخدوا على الغربه نسوا ان ليهم بنت هنا في مصر. يا بصرتي وتقولي الكلام ده وانا موجوده؟ انا مش زي ماما. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. اي حد يضايقك يزعلك، حتى احمد، قولي لي وشوف انا هعمل ايه. واحمد هيزعلني ليه؟ احمد ما بيعملش حاجه تزعلني. سامر، سامر انت خدت الفلوس اللي جوه اديتها البنك ولا ايه؟ لا. الله، امال هي فين؟ راحت. يعني ايه راحت؟ يعني حصل لي مشكله في الشغل وكنت هترفض بسببها، فاضطريت ارجعهم تاني. عادي، عدت على خير يعني، مفيش حاجه. تترفض؟ يعني ايه تترفض؟ ايه اللي حصل؟ في يا مريم انت هتحققي معايا؟ ما عملت اللي عملته. لا انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. ما تشغليش بالك، ممكن ما تبصيش البصه دي، ما بحبهاش. سامر، سامر انا عايز اعرف الفلوس دي راحت فين وجت منين. ال50,000 دول يعني كانوا تمن ايه قصاد ايه؟ يا مريم يا حبيبتي ممكن بلاش الكلام الكبير ده، ما انا ممكن اقول لك كلام اكبر منه واكرهك في عيشتك واخليكي تحسي ان كل حياتك دي غلط. فغلط ممكن تسيبيني اخش انام لو سمحتي؟ لا مش هتخش تنام، مش هتخش تنام غير لما تحكي لي ايه اللي حصل، الفلوس دي راحت فين، ايه اللي حصل في الشغل اصلا. مريم انا روحي بقت في مناخيري ومش طايق كلمه كمان، وبصراحه كده الحاحك بقى مستفز جدا، والله العظيم لو ما سبتيني اخش انام دلوقتي والله العظيم اروح ابات في اي حته بره. تحبي اعمل كده؟ تحبي؟